عمر احكي لنا ايضا كي جيت مدينه بواكي هذه كيفاش لقيت الاجواء في بواكي؟ اجواء في بواكي والله صراحه اجواء رائعه. نحكوا بالناحيه المناخيه سخانه اخويا حسين سخانه يعني بزاف سخانه لكن من ناحيه الترحيب تاع السكان الحاجه النقطه الايجابيه اللي هنا السكان تاعها تلقى السكان اللي هنا طيبين بزاف طيبين بزاف يحيوك بزاف واحد ما يأذيك لهنا يعني تكون تمشي وحدك يعني نمشي وحدي هنايا سواء في النهار ولا في الليل ولا وين ندور يعني عادي ترحب من ناحية السكان لهنايا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.